روح للدار في بالي فرحت، بابا باش يرجع. وديجا هو قبل ما يتشد في الحبس كان مقيدني في بكالجيريان، عامل الانسكريبسيون نتاعي ما مشيتش، ما عديتوش معناتها. شو نقول لك، هو تعب تعب بالقدا بالقدا، اما نغسلو باش يبرى معناتها، ما جاش البالي اللي هو تعب نتاع موت وما عادش فيه حتى شيء. وعمومات يجي ويدوروا ومعناتها ولاهين بيه، واحنا في الليل ما نرقدوش بالكل، كل ليله واحده، مش كل ليله، الليل نقسموه، تبدا امي ترقد، امي نقوم انا نشد، انا بعد اختي الاخرى، بعد اختي الاخرى، واللي كان عندها واحده دوفوار تخلي البلاصه الاخرى، ونعملوا فيه فالحين اخاطر نغسلوا بابا باش يبرى، نغسلوا باش يرجع لحياته العاديه والكل. حتى نهار 9 جانفي انا وقتها في الفاك في اليونيفرسيتي فاك دو سيونس، صباح عندي انفي والعشيه عندنا تي دي وقت اللي دوفوار. جاني سي عبد الجواد الجنيدي مع عمي، ركبوني في الكهرباء النهار هذاك ما ننساهش بالكل. سي الجنيدي يحكي لي ويقول لي الدنيا هذه هكا ويلزمك هكا ويلزم يكون الواحد قوي ويلزمك. من بعد نتذكر فيه الكلام الكل، ما وقتها ما استعبتوش بالكل، ما قلت هذا صاحب بابا ما نعرفه ساعة ساعة معاه ولا حاجة، هو كي ينصح خاطر ديما كي راني واحد مع بابا يبدا ينصح عادي معناتها، نسمع فيه وعادي معناتها مانيش. بعد قريب باش نوصل للدار هو قالها لي، ما تصوروش معناتها الالم هذاك، باللي الواحد باش يحكيه باللي باش يقولوا جمالة تتصوروه، خاطر انا عمري ما كنت نتصوره باش يموت معناتها، كنت نتصوره مازلنا باش نعيشوا مع بعضنا والكل. قلت كان جيت نعرفه باش يموت والله انا نمشي نقعد، والله ما نزيد نقعد معاه، نقعد اكثر نشبع بيه اكثر، حتى انا ساعات نتسرسب ونمشي بكري، ساعات نرقد بكري، ساعات ندمت عليك الحاجات اللي عملتهم انا. معناتها قلت راني قعدت معاه اكثر وقت، وقت اللي هو في الدار زاد اخواتي ساعات ما يخليهمش يدخلوا له، خاطر كي اخواتي الصغار مانعينهم الدخول معناتها للبيت اللي هو فيها، خاطر ساعات كي يدخلوا له دمعته تهبط. وديما كان يقول لاخواته، يقول للعباد اللي يجوا يقول ردوا بالكم كان على صغيراتي، ردوا بالكم كان على صغيراتي، كان ديما يوصي. انا ما زدتش قريت من بعد العام هذاك بالكل، ما زدتش قريت بالكل. عندي زوز اخوتي من ثوازيام اني زاد خرجوا، اخوتي الاخرين بريمير شويه شويه، حتى واحد لا زاد قرا بعد وفاة والدي. مشى من الدنيا هذيا وخلى لأمي، خلاها أمي وحدها في شبابها، هو عمره 49 48 49 وهي أصغر منه بياسر، خلاها وحدها تعاني في 9 أطفال منهم أنا الكبيرة، معناتها 9 صغار، الصغيرة عمرها عامين ونص.